السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. سجل تونس 1483 اصابة جديدة في فيروس كورونا من السجل، و81 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. وافادت وزارة الصحة التونسية في بيان يوم ان اجمالي حالات الاصابة في فيروس كورونا في تونس بلغ 207468 اصابة، فيما بلغ اجمالي حالات الوفيات 6680 حالة شفاء. ومنذ بداية تسجيل الوفاة سجل الشعب التونسي 207000 اصابة، وهذا عدد كبير جدا بالنسبة للشعب التونسي بسبب ارتفاعات اليوميات في اصابات كورونا. وسجلت ايضا تونس منذ بداية تفشي الوباء في تونس 156000 حالة شفاء من الوباء الذي يصيب العالم حاليا. اللهم احفظ الشعب التونسي. وحالات الوفاة 6680. اللهم احفظ الشعب التونسي ويحميه. اللهم اصرف عنا الوباء بلطفك يا لطيف، انك على كل شيء قدير. اللهم احفظ شعبنا شقيق الشعب التونسي ويحميه يا رب من هذا الوباء اللعين الذي يصيب جميع الدول حاليا. اللهم احفظ الجميع من هذا الوباء الذي يصيب العالم ويجتاح الان. اللهم احمينا يا رب واحمي شعبنا الشقيق الشعب التونسي. اللهم امين. نطلب منكم بالدعوات للشعب التونسي بان ينتهي هذه الجائحة من تونس وايضا من جميع دول العالم. اللهم امين رب العالمين. لا نترككم في عهد الامن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.